ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد أحمد السياف المحلل السياسي. سيد أحمد، الشيخ محمد بن زايد أكد على أهمية التحرك سياسيا في من خلال إجماع عربي ضد هذه الخطوة الإسرائيلية، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كيف يمكن التحرك سياسيا بشكل عربي؟ بداية أنا أمسي عليكم وأمسي على الجمهور الكريم. دولة الإمارات موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، وأنا أرى بأن إسرائيل يعني تحاول أن ترى ما هي ردة الفعل لدى الشعوب العربية، والتضامن الذي نراها الآن يعني حتى لو كانت بداية يعني ستتوسع هذه الكرة، ولن تقبل الدول العربية بضم أو العبث في ملف السلام الذي تسعى له دائما دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأمل أن تحقق في القريب العاجل لحل هذه القضية يعني التي أخذت أكثر من اللازم على قيد الحياة. دعينا أقول لك بأن إسرائيل إذا فعلتها سوف تعيش في 50 سنة قادمة جديدة في مشاكل مع الدول العربية. نحن إلى الآن نتحدث عن المشكلة التي حدثت منذ 48، فأيضا للأراضي أو أي خرق للمعاهدات والقوانين الدولية هو ليس إلا تعقيدا للموقف وليس حلا ولن يكون حلا، والأردن لن تقبل وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة لن تقبل بهذا الأمر، الدول العربية لن تقبل بهذا الأمر مهما كان. أشكرك جزيلا سيد أحمد السياف المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي.